One, two, three, four. النهاردة هنتكلم عن حيوان كل أصحابي بيحبوه، هو الأسد. الأسد بالإنجليزي يعني لايون، والأسد معروف بأنه ملك الغابة، وصوت الأسد اسمه زئير. جراد الأسد اسمها لبوة، بيكون شكلها مختلف عن الأسد، مش بيكون حوالين رأسها شعر، وكمان هي المسؤولة إنها تصطاد الحيوانات وبتجيب الأكل جاهز للأسد. الأسد الصغير اسمه شيبلي، وطبعا كلنا شفناه في الفيلم اللي بنحبه ذا لايون كينج، وكان طالع باسم سيمبا. الأسود هي نوع من القطط، لكن بتكون مفترسة وبتتغذى على الحيوانات الأليفة. وبكده معلومتنا خلصت، ودلوقتي فقرة سؤال وجواب. صوت الأسد اسمه زئير ولا صهيل؟ ايه اسم مرات الأسد، شبل ولا لبوة؟ تتغذى الأسود على الأشجار ولا الحيوانات الأليفة؟ تنسوش تبعتوا إجاباتكم في التعليقات، وإحنا هنرد عليكم بنفسنا. وإوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.